مساء الخير. طقس ربيعي متقلب نسبيا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بيستقر تدريجيا وبتعاود درجات الحراره بالارتفاع. جونا لبكره غائم جزئيا ودرجات الحراره عم تتسجل على الشكل التالي. الساحل اللبناني ابتداء من عكار مرورا بطرابلس، بيروت وصور عم بيسجلوا 22 درجه، بعلبك 19، اللقلو 11 درجه، زحله 20 وجزين 18 درجه. نسبة الرطوبة ساحلاً تتراوح بين 65 و85%. الرياح السطحية غربية لجنوبية غربية سرعتها بين 8 و25 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. للجمعة والسبت جونا غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة يلي عم بتسجل ساحلاً أقصاها 22 درجة لنهار الجمعة، أيضاً لنهار السبت. للأحد والتنين جونا بتابع قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة لتسجل أقصاها 23 درجة لنهار الأحد، أيضاً لنهار التنين. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية، بلاقيكم بكرة، تصبحوا على خير.